بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناه مستر علي ابراهيم. ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض اهم اسئله الفصل السادس شابتر 6 من قصه دريم اكسبكتيشنز، توقعات عظيمه للصف الثالث السنه. فيرست كويتشن، السؤال الاول: If you were Pip, would you enjoy Mr. Jaggers' dinner? لو كنت مكان بيب، هل كنت ستستمتع بعشاء السيد جاجرز؟ No, I wouldn't. The subject of the conversation at dinner was posting, which was unpleasant. لا، لن أستمتع بهذا العشاء، لأن موضوع المحادثة كان عبارة عن تفاخر، وهذا شيء سيء. Number two. What do you think of Mr. Jaggers' treatment of Molly? ما رأيك في معاملة السيد جاجرز لمولي؟ I think he treated her badly. She even looked anxious when she talked to him. أعتقد أنه عاملها بطريقة سيئة لأنها كانت تبدو متوترة عندما تحدثت معه. Number 3. Why do you think Mr. Jaggers asked Molly to show the young man her wrists? لماذا تعتقد بأن السيد جاكرز طلب من مولي أن تظهر معصميها للحاضرين؟ I think he wanted to laugh at their posting about their strengths. أعتقد أنه أراد السخرية من تفاخر الحاضرين بشأن قوته. Number 4. Was Pip right to feel ashamed of Joe when he visited him at Bernard Inn? Why? هل كان بيب محقا في أن يشعر بالخجل من جو عندما زاره في حانة برنارد، ولماذا؟ No, he wasn't. Joe was a kind man who always loved and cared for him. لا، لم يكن بيب محقا في ذلك، لأن جو كان رجل عطوف دائما ما أحب بيب واعتنى به. Number 5. Why do you think Joe called Pip sir? لماذا تعتقد بأن جو خاطب بيب بكلمة سيدي؟ Because Joe now views Pip as a gentleman and feels uncomfortable around him. لأن جو يعتبر بيب الآن رجل نبيل ويشعر بعدم ارتياح في المكان حوله. Number 6. If you were Pip, would you stay in Joe's house on visiting Miss Havisham? Why? لو كنت مكان بيب، هل كنت ستقيم في منزل جو عند زيارة السيدة هافيشام، ولماذا؟ Yes, I would. This would be like an apology to the kind man for the bad treatment he received in London. نعم، كنت سأفعل ذلك، لأن هذا بمثابة اعتذار لهذا الرجل العطوف تعويضا عن المعاملة السيئة التي تلقاها جو في لندن. Number 7. Should Pip have apologized to Joe for his treatment? Why? هل كان يجب على بيب أن يعتذر لجو عن معاملته له، ولماذا؟ Yes, he should. He treated him coldly, although the man had always been kind and helpful to him. نعم، كان يجب على بيب ذلك، لأنه عمل جو ببرود رغم أن هذا الرجل دائما ما كان عطوفا ومعاونا له. Number 8. Was it right to transport convicts in a public coach? هل كان من الصواب نقل المحكوم عليهم في عربة مواصلات عامة؟ No, it wasn't. Convicts should be transported in a special coach for more protection and safety. لا، لم يكن هذا صواب. يجب نقل المحكوم عليهم في عربة خاصة من أجل حماية المواطنين وسلامتهم. Number 8.
Number 9. Why do you think Magwitch wanted to give the money to Bib? لماذا تعتقد بأن Magwitch أراد إعطاء المال إلى Bib؟ I think he wanted to repay Bib for his previous support to him. أعتقد أنه أراد أن يرد الجميل إلى Bib مقابل مساعدته السابقة له في الماضي. كده نبقى انتهينا من حل أسئلة الفصل السادس Chapter 6 من قصة Great Expectations توقعات عظيمة للصف الثالث الثانوي. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة باقي الدروس التعليمية، وشكرا لحضراتكم.